بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. هكذا هي التحديات. إذا متابعينا الكرام، شوطنا الثالث هنا ينطلق أمام حضراتكم بهذه الأسماء وبهذه الشعارات الرائعة والجميلة. شوط أيضا الإبكار الصعوبة هنا يتقدم بهذه الأسماء. لنبدأ أيضا مع رسالة منصور بصالح راعي الطير العامري، يقدم رسالة في هذا الشوط. بينما ثانية التحديات شانيل الرملي بن حمد رعشيقة العامري يأتي في هذه اللحظات على ثاني الأسماء. بينما ثالث الأسماء هناك الدخول والوصول أيضا من خلال هذا التحدي والمنافسة، شعار عبد الله بن هاجري بن علي الجنيبي يتواصل في هذه اللحظات. يأتي هنا من خلال أيضا تقديم شعاره بهذا المسار. بينما هناك الدخول من شعار محمد بن مبروك بن طماطم العفاري يتواصل في هذه اللحظات ويقدم لنا أيضا انطلاقة شعاره وتحديات هذا الاسم ما شاء الله. بينما هناك القدوم والوصول أيضا في هذه اللحظة والتواصل أيضا من خلال هذا المسار وهذا التحدي والمنافسة. هناك شاني ناصر بن معيوب بن سرحان الدرعي، وصل أيضا شعار بدليلة عبد الله بن حمد بدليلة بالويع العامري. عودة إلى مقدمة هذا الشوط والثلاثية الرائعة ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا من خلال هذا المسار رسالة بدأت تتقدم، رسالة بدأت تتقدم، رسالة بهذا الانطلاق بهذا التحدي بهذه المنافسة. يتواصل منصور بن صالح راعي الطيرة العامري ما شاء الله، انطلاق اندفاع رائع هنا ما شاء الله بهذه المنافسة بهذا التحدي بهذا الشكل الفريد بهذه ايضا الانطلاقة المميزة. سلام 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 منصور، سلام، تهانينا لمالك رسالة منصور بن صالح راعي الطير العامري من قدم رسالة في هذا الشوط، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الدخول أيضا من شعار عبد الله بن حمد بدليل بلوي العامري. المركز الثالث وصل أيضا هناك مشاهد الأعزاء متابعينا الكرام، وصل شعار ايضا محمد بن حمد رعشيق العامري من قدم ايضا الشهنية في هذا الشوط. عودتنا بالتهنئة والناموس لمنصور بن صالح راعي الطير العامري من قدم رسالة في هذا الشوط. التوقيت الزمني 2:15:13 جزءا من الثاني، تهانينا والناموس.